وللمزيد عن تطورات المشهد اللبناني في ظل الأزمة السياسية والمعيشية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي. أهلا ومرحبا بك. يا أهلا بكم. الأمين العام لميليشيا حزب الله حسن نصر الله يحذر من اعتراض سفينة الوقود الإيرانية المتجهة إلى لبنان. هل يحل نصر الله الأزمة التي يعيشها لبنان منذ أشهر في المحروقات؟ يعني هذه المزايدات بموضوع الوقود وغيرها لا يمكن أن تنطلي على أحد في لبنان. الجميع يعلم أن سبب أزمة نفاذ الوقود في لبنان هي عمليات التهريب التي يديرها يعني حزب الله باتجاه الأراضي السورية. هذه هي الأزمة الحقيقية. عندما يتحدث نصر الله على موضوع السفينة الإيرانية وهو يريد تحدي المجتمع الدولي والعقوبات الدولية تجاه إيران، يريد أن يعطي إشارة للبنانيين بأن المسألة لا تتعلق بتهريب جماعته الوقود والمواد الأساسية إلى سوريا، ولكنها تتعلق بالحصار المفروض بالولايات المتحدة الأمريكية تجاه لبنان بين قوسين الذي يعني يتبع محور المقاومة على حد زعمه. يريد أن يصل إلى هذه النقطة عبر هذه المناورة. إن كان أمين عام حزب الله يريد جلب الباخرة الإيرانية المحملة بالوقود، فليأخذها إلى سوريا وليبقي لنا الوقود اللبناني على أراضينا. يعني فلتبقي جماعته هذا الوقود الممول من البنك المركزي وجيوب اللبنانيين في لبنان ولا يهربوا إلى سوريا، ونحن بغنى عن أي سفينة إيرانية كانت أم غير إيرانية. طيب بالمقابل، لماذا تعترض القوى اللبنانية على استيراد المحروقات من إيران على الرغم من أن الأزمة ستحل جزئيا بشحن المحروقات المنتظرة من إيران؟ أولا لأن ليس ثمة أحد في لبنان يعني يصدق حسن نصر الله بهذه المسألة. الجميع يعلم بأن هذه الأزمة، أزمة المحروقات والمواد الأساسية في لبنان، سببها التهريب إلى سوريا، ومن يقوم بالتهريب هي جماعة حزب الله التي تسيطر على المنافذ الغير شرعية على كامل الحدود اللبنانية مع سوريا. هذا أمر واضح للجميع. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني هناك عقوبات دولية مفروضة على إيران، على لبنان باعتباره جزء من المجتمع الدولي الالتزام بهذه العقوبات، ونحن بغنى عن مواجهة المجتمع الدولي ونحن في ظل هذه الأزمات المتلاحقة. يعني هذا سيدخل لبنان ويحمل لبنان عبئا جديدا هو بغنى عنه. إلى أي مدى يمكن الربط بين قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اتخذه محافظ البنك المركزي اللبناني وبين دخول نصر الله على الخط لحل الأزمة؟ يعني طبعا القرار الذي أخذه حاكم البنك المركزي برفع الدعم هو قرار يعني صائب وفي محله، وقد يوقف عملية التهريب إلى سوريا، لأنه لن تكون هناك يعني أي ميزة اقتصادية للمهربين بعد رفع الدعم وغلاء سعر المحروقات في لبنان. لأن حاكم مصرف لبنان يعلم جيدا بأن لا تستطيع القوى الأمنية والعسكرية أي الجيش اللبناني منع عمليات التهريب بدون أن يحدث هناك صدام مع ميليشيا حزب الله. لذلك قرر رفع الدعم. رفع الدعم يعني غلاء سعر المحروقات، يعني وبالتالي منع تهريب هذه المحروقات إلى سوريا، لأنها لم تكن هناك ميزة اقتصادية بعد رفع سعر المحروقات بالنسبة للمهربين. لذلك تدخل حسن نصر الله وأراد مجابهة يعني الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، وإرسال رسائل إيرانية من لبنان إلى مفاوضات فيينا المتعثرة. هذا الجميع يعرف ذلك. لذلك اللبنانيون جميعا يعلمون سبب الأزمة الداخلية في لبنان، يعلمون أن حسن نصر الله يستطيع منع التهريب وحل مشكلة نفاذ الوقود في لبنان من خلال منع التهريب، ولكن ما يريده حسن نصر الله هو إيهام اللبنانيين وخاصة جماعته ومناصريه بأن سبب الأزمة هي الحصار الأمريكي المفروض على لبنان وعلى جماعته في لبنان. نعم، من لبنان، عفوا، من اسطنبول رئيس منظمة لايف الحقوقية الأستاذ نبيل الحلبي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.